تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف، أعلن صندوق العمل تمكين عن استئناف كافة برامجه المختلفة التي يقدمها للأفراد والمؤسسات والتركيز على دعم توظيف البحرينيين، وذلك مواصلة لتعزيز الجهود الوطنية في تطوير سوق العمل وتعزيز تنافسيته. وصرح معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين أن استئناف البرامج يأتي انسجاما مع التطلعات الحكومية للمرحلة المقبلة بهدف تشجيع توظيف الكوادر الوطنية بمن فيهم حريثو التخرج من خلال تعزيز التنافسية في سوق العمل والتركيز على تنمية الكوادر الوطنية في إطار متطلبات ومعطيات السوق الجديدة. ونوه معاليه بأن تمكين خصصت ميزانية قدرها 120 مليون دينار لثلاثة أعوام من 2021 وحتى 2023 لدعم توظيف البحرينيين، والذي يمثل ضعف ما تم تخصيصه خلال السنوات الخمس الماضية. وفي مؤتمر صحفي خاص عقد بهذه المناسبة، تناول سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الدور الذي ستقوم به الوزارة والهيئة في تنفيذ المبادرات الثلاث التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها صندوق العمل تمكين. وذكر حميدان أن إطلاق هذا البرنامج يأتي لتشجيع توظيف المواطنين في ظل جائحة كورونا كوفيد-19 وكثافة تسجيل طلبات الباحثين عن عمل، خاصة في ظل التسهيلات للتسجيل إلكترونيا بدلا من الحضور الشخصي، ما أدى إلى زيادة أعدادهم، وبغرض دعم أصحاب العمل وتمكينهم من خلق فرص وظيفية للمواطنين إلى جانب رصد وتقييم الحكومة الموقرة لمؤشرات سوق العمل. حيث وجه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية، والذي يستهدف توظيف 25 ألف مواطن في العام 2021 وتوفير 10,000 فرصة تدريبية. وأوضح حميدان أن هيئة تنظيم سوق العمل ستباشر في تنفيذ المبادرة الثانية بتمديد فترة الإعلان عن الشواغر داخل مملكة البحرين من أسبوعين كما هو مطبق في الوقت الحالي إلى 3 أسابيع قبل فتح مجال التقدم بطلب الاستقدام من الخارج، وذلك بغرض تشجيع أصحاب العمل على الاستفادة من مزايا البرنامج وزيادة مدة الترويج والتسويق للوظائف ومنح أصحاب العمل فرصا أفضل لاختيار ما يناسبهم من الكفاءات الوطنية. أما فيما يتعلق بالمبادرة الثالثة، فقد أوضح حميدان بأن هيئة تنظيم سوق العمل ستعمل على التنسيق بشكل مكثف مع وزارة الداخلية لتشديد الإجراءات الأمنية من أجل الرقابة على العمالة غير النظامية وضبطها وترحيلها وعدم السماح لها بمنافسة العامل البحريني أو أصحاب العمل، بما يعزز أفضلية المواطنين عند التوظيف. ومن المقرر أن يتم فتح باب تقديم الطلبات في برنامج دعم المؤسسات اعتبارا من فبراير المقبل، والذي يشمل تحديثات تسهم في تلبية تطلعات السوق الحالية بما فيها تطوير الموظفين فيما يحقق تقدمهم الوظيفي.